السلام عليكم، مرحبا بكم. انتم مساء القناة ديالكم حتى نتوما. لا فيديو تاع نهار اليوم تلقاكم بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. اليوم جبتكم براونيز هايل، خفيف ظريف وسهل مهل، ما فيش بزاف مكونات والتحضير تاعو بزاف بزاف سهل. قبل ما نبداو الوصفه تاع نهار اليوم، ما نساوش الصلاه والسلام على حبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. اما بعد، نخليكم مع الوصفه وطريقه التحضير ونتمنى لكم فرجه ممتعه بحول الله تعالى. نبداو بسم الله. هنايا عندي 150 غرام تاع الزبده، ذوبتها بهذه الطريقه. هنا 100 غرام تاع السكر، 100 120 غرام هذا مكان. هنا تقدروا بالملعقه ديرو ولا بالفويله متوفره عندكم. هنا عندي 3 بيضات صغار، الا متوفر عندكم زوج كبار يكفوكم زوج كبار بحاله المطبخ. نعطيكم برك واحد الطريقه، حبيتو السكر يذوب لكم بالخف، ديروا زبده تكون دافيه شويه، ما تكونش سخونه، تكون غير دافيه شويه. نزيد كاع المكونات حتى يولوا بهذا الشكل هذايا كما راكم تشوفوا. واحد زوج ثلاثة دقائق غير بفوي، لو ما عندكمش فوي بالملعقة تخلطو، يعني حاجة سهلة مهلة. هنا نجيبو واحد 100 غرام تاع الشوكولاتة، عندي أنا نصف من هذا النوع، عندي نوع واحد آخر شوكولاتة سوداء، حبيتو تستعملو أي نوع متوفر عندكم انتوما. هذا مش 100 غرام، أنا حنزيد واحد نوع واحد آخر، المهم ندير الشوكولاتة لي متوفرة عندي ويكون لوكو تاعها يعجبكم، يعني الشوكولاتة اللي تفضلوها، ماشي لازم تكون غالية ولا، الشوكولاتة اللي مولفة تستعملوها وتعجبكم هذا مكان. هنقطعوها بهذا الشكل هذايا. هنا راح نضيف الشوكولاتة ديالي بهذه الطريقة هذه. راح نضيف نوع آخر من الشوكولاتة، غير ما عنديش هذاك واش قادلين من هذاك النوع، يعني ماشي كامل بروبليم، تقدروا تزيدوا تقدروا ديروش نوع تاع الشوكولاته اي نوع، مهم كما قلت لكم تكون تعجبكم نتوما، يعجبكم لوغو تاعها. نضيفوا 100 غرام تاع الكاكاو، بصح تكون نوعيه جيده، الا كانت نوعيه تاع عيانه ما يصدقكمش مليح، لازم نضيفوا نوعيه جيده وتكون الرائحه تاعو الشابه. خاطر بعض المرات يبيعوه غامق، انا صارت لي في البلاد واحد المره حبيت ندير الحلوه تاع العيد ولا خسر لي كاع الحلوه، شيتو على نيتي ما تفقدتوش ولا حطيت تاع الميزان، والله الا باعوه لي غامق لو كان تشوفوه. المهم حوسوا نوعيه تكون مليحه وتاكدوا منه. راح نضيف 150 غرام فارينه، فارينه اي نوع تقدروا تستعملوه. راح نغربل كلش باش يجيني كلش ناعم بهذا الشكل هذا. هنا راح نضيف واحد نصف ملعقه تاع قهوه سريعه الذوبان فقط، يعني القهوه كي نديرها مع الشوكولاته راح دير لنا واحد لوكو هايل، ملعقه ولا نصف ملعقه. ديروا نسكافيه ديروا لاتيه ديروا اللي متوفر عندكم، الا ما عندكمش معليش. هنا انا حنا خاصة عندي واحد الفانيلا بزاف بزاف قاصحه، عندي ناتشورال قاصحه بزاف، راح ندير غير واحد الشويه هذا مكان، راح تعطيني واحد الريحه، ما نقدرش ندير بزاف خاطر ندير شويه كونسونطري. راح نضيف واحد شويه عفوا تاع نكهه الكراميل، هذو غير نكهات فقط حبيت نضيفهم، نتوما اللي متوفر عندكم ديرو. راح نخلطو كاع تلك المكونات ديالنا بهاد الطريقة هادي. كيما راكو تشوفو، فقط واحد المعلومة، بزاف أخوات تقساوني خاطر أنا بزاف ناس كلاوها عندي وعجبهم، على هذيك حبيت يعني ندير هاد لا فيديو تاع براونيز، حبيت نقول لكم برك ما يحتاجش خميرة تاع يعني خميرات حلويات، وحبيت نقول لكم لوريجينال تاعو يجي كيما راكم تشوفوا يلصق، يجي بهذه الطريقه هذه.
هكاك داير. يجي لصق شويه صعيب باش تحكموا فيه شويه، مي معليش الا حبينا تخرج لنا حاجه شابه لازم نصبروا شويه. كيما راكم تشوفوا هذا هو السمك ديالو، يجي بهذه الطريقه، لازم ينجح لكم ويجيكم بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. هنا نجيبوا اي بلام توفر عندنا، نديروا له ورق الزبده، وهذا مكان باش ما يلصقناش. ما عندكمش ورق زبده ديروا الشياط تاع الزيت، هذه هي. انا باش نصالحكم مامي الا درت ورق الزبده ندير له واحد شويه تاع الزيت هكذا ونمسحو، سورتو الا درت براونيز يعني هو يلصق باش يجيني ساهل. هذه هي هنايا نفرغ الخليط ديالي بسم الله بهذه الطريقه هذه. كما راكم تشوفوا الخليط رائع، تبعوا برك الطريقه. كما راكم تشوفوا انا استعملت غير وسائل بدائيه اللي خدمت بهم البراونيز. شوفوا حبيتو يجيكم معالي على هكذا تصغروا البلا. هذا مكان انا ما نحبوش عليه بزاف. ثانك يو ساره. انا ما نحبوش عليه بزاف وندير له هكا بالملعقه. يس اسمحوا لي بالعاني دير لي هكا باش ما تخلينيش ندير له هكا بالملعقه باش يجي داك الشكل بهذه الطريقه هذه. انا يا ديجا الفرن تاعي راهو يسخن على 180 درجه، دوك نقصته 170 درجه، راح نخليه يطيب 20 دقيقه في الاجمال، راح يطيب من الفوق ويطيب من تحت. هذا ما كان نعطيكم معلومه، البراونيز ما يحبش كي ديروه لتحت كاع يتيك، طلعوا الدرجه الثانيه ولا الدرجه الثانيه في الفرن تاعكم، طلعوا السنيوه باش هكذاك ما ديروا سنيوه كبيره وديروا فوقها الوسم باش ولا ديروا ديك الشبكه. المهم اللي متوفر عندكم في الاخر ديالكم في الدار تاعكم كون مش متوفر عنده، وطيبوه ما تقربوش بزاف للنار بعدو. وهذا ما كان، راح نرجع لكم ان شاء الله كي نكمل كي يطيب لنا البراونيز ديالنا ان شاء الله يا ربي. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما طيبناه جا هايل ولا ارواح. هنا كما راكم تشوفوا جات بزاف بزاف شابه وجات هايله. كما قلت لكم تحبوا يجيكم عالي على هكذايا تقدروا تصغروا المول. هذا مكان هنقطعو انا طروفه بسم الله بهذه الطريقه هذه. تحبهم صغار تحبهم كبار، المهم كما تحبون نتوما. وهنا كما راكم تشوفوا انا قطعت الطروفه تاعي، كما راكم تشوفوا جات فيه الشوكولاته لداخل ما شاء الله، بزاف هايل وبزاف شباب، بزاف بنين وبزاف خفيف. نتمنى ان شاء الله تجربوه ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تشاركوها مع الاحباب والعائله تعم الفائده للجميع. ما تنساوش لايك وبارطاجي لا فيديو اذا حبيتوا تشاركوه مع الناس وقاعدك باش يستفادوا. القاكم في فيديو اخر بحول الله تعالى، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.